الرحمن الرحيم. سائل يسأل شيخنا ما معنى الاستواء معلوم؟ ما معنى الاستواء معلوم؟ هذه العبارة التي تنسب إلى الإمام مالك، والروايات الصحيحة المحفوظة فيها الاستواء معلوم، والكيف مرفوع، أو الكيف مجهول، أو كيف عفوا كيف مجهول غير صحيحة. الاستواء معلوم والكيف غير معقول، هذه واحدة. الاستواء معلوم وكيف عنه مرفوع، هذه رواية ثانية. المهم الروايات العشرة في هذه ليس فيها والكيف مجهول. السؤال هنا ليس عن قضية الكيف، تحدثنا عن قضية الكيف سابقا وقلنا الله تعالى ينفى عنه الكيف كما نص السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وقالوا هذه النصوص لا تفسر والعبارة معناها الكيف غير معقول، لا يعقل نسبة الكيف إلى الله سبحانه وتعالى كما ثبت عن مالك رضي الله عنه في رواية متعددة، عد إلى كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله. أما السؤال هنا ما معنى الاستواء معلوم؟ معناه كلمة استوى يستوي استواء في لغة العرب نعرفها بمعانيها العشرة التي ذكرها الإمام الطبري في كتابه التفسير، فهي معلومة. استوى بمعنى اعتدل، استوى بمعنى استقر واستوت على الجودي، استوى بمعنى نضج، فاكهة نضجت استوت، استوى بمعنى جلس وإن كان فيها نزاع، هذه المهم عشرة معاني لمعنى استوى نحن نعرفها. طيب وإذا عرفناها هل هذا يقدم أو يؤخر؟ معرفتنا لا تقدم ولا تؤخر. لماذا؟ لأن أن أعرف معناها في استعمالات العربية، ولكن نسبة هذا المعنى إلى الله غير معقولة، وهذا ما قاله مالك. نسبة هذا المعنى إلى الله جل جلاله بلا كيف، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، كل ذلك ثبت عن مالك. إذن الاستواء المعلوم في لغة العرب والذي أعرفه أنا وتعرفه أنت هذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا من صفات المخلوقين، والله خالق، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. فإذن الاستواء معلوم ليس فيها أدنى شائبة تجسيم كما روج المجسمة، وهي أيضا لا تفيدهم التجسيم، لأن الاستواء معلوم نحن نقول الاستواء معلوم عندنا وهم يقولون الاستواء معلوم. هنا هذه الجزئية ليس فيها خلاف، الخلاف فيما بعدها. أهل السنة يقولون كيف غير معقول وكيف عنه مرفوع، أو يقولون بلا كيف، وهذا ما قاله أئمة السلف والخلف. المجسمة قالوا أتوا برواية أبيها بن تيمية مما أنزل الله بها من سلطان غير صحيحة، تقول كيف مجهول، ماذا يريدون من ورائها؟ تقديم الشاذ، تقديم المنكر على الصحيح المحفوظ، من أجل ماذا؟ من أجل إثبات كيف، ولكن هذا الكيف لا نعلمه. إذن هم أثبتوا الكيف الذي هو من صفات المخلوقات، ولكنهم لا يشبهون، لا يقولون مثل كيفنا. ها إذن هذا هو زيغهم حيث تقولوا على السلف، والسلف قالوا لا تفسروها، المجسمة قالوا لا تفسروها كما فسرها الجهمية. لماذا تضيف هذه الإضافات؟ الجهمية فرقة ضالة بلا شك، ولكن السلف قالوا لا تفسروها، إذا لا تفسر. الإمام محمد بن حسن الشيباني يروي إجماع الفقهاء في أيامه من الشرق إلى الغرب على أن هذه النصوص لا تفسر، الإمام أحمد ينص على أنها لا تفسر، إذن أمروها كما جاءت. الاستواء معلوم في لغة العرب نعرفه، الاستواء غير معقول بالنسبة لله نعم كما قال مالك وكما قال أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.